أهلا بكم أيها الرائعون. واحد من أفضل الأشياء التي ممكن أن تقوم بها هو تطوير نفسك، مما لا شك فيه طبعا، لكن دعني أخبرك بحقيقة مذهلة تمكنك من جذب الأشخاص والوقائع والأحداث التي تريد لحياتك. جل مدربي التنمية الذاتية عبر العالم يركزون على قوة المشاعر الداخلية وتعزيز المشاعر الرائعة والابتعاد ما أمكن عن المشاعر السلبية. السر الحقيقي عزيزي المستمع يكمن في سعادتك. أفضل استثمار أن تكون مشاعرك رائعة، حاول بكل قواك أن تجعلها كذلك. قد تحدث بعض الأشياء السلبية، اسمح لها بالمرور لكن لا تشغل نفسك بها طوال حياتك. قد تكون هذه المشاعر قوية، اسمح بمرورها مهما كان الزمن، لكن لا تجعلها طبعا اعتقادا مطلقا لأن ذلك سوف يضرك فحسب. عزيزي المستمع، سرك من في مشاعرك. كلما كنت سعيدا ومبتهجا، وأنا أدعوك أن تجرب هذا الإحساس للأمانة، سوف تلاحظ تغييرات حتى على حالتك الصحية والنفسية. سوف تجد أشخاص ووقائع وحدات تدخلك عالم الفرحة والتفاؤل. جرب فقط وسوف تلاحظ بإذن الله أشياء لم تخطر على بالك أبدا. مشاعرك السعيدة هي المفتاح نحو عالم جديد مليء بكل الأفراح والمسرات والوفرة، وسوف تذهل من تدفق الأخبار الجميلة والأحداث الرائعة. دمت لكم الأفراح والمسرات. يوسف حسن، يحبكم بلا حدود. في أمان الله.